والآن مشاهدين نتحول إلى أهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة. ووقفة أخيرة مع ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكما، ونتابع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية مع القاهرة والعظمى فيها 24، الصغرى 16، الإسكندرية 23-17، مطروح 21-17، بورسعيد 23-16، والإسماعيلية 25-13. ننتقل إلى السويس 26-14، العريش 23-14، طابة 24-16، شرم الشيخ 26-18، الغردقة 27-17. الأقصر العظمى فيها 28، الصغرى 14، أسوان 30-15، الوادي الجديد 30-11، شلاتين 29-19، وأخيرا حلايب 27-19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.